وعلى أرض العطاء ومن بيت الزكاة بيت العطاء أيضا نرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة وبرنامج العطاء، فكونوا مع فقرات برنامجي هذا اليوم. عز العطاء للي يجود بحلالة يبذل ويرخي بالعطايا الثمينة في وقفة المعروف مع الزمالة يعطي ولا تدري شمالك يمينه يسأل على المحتاج ويرف بحاله ويعطف على عياله مسحات دينه واللي تبنى اليتامى كفاله لا شك ربي في حياته يعينه ويوم القيامة يلتجي وعند الملا يفخر رفع جبينا وعند الملا يفخر رفع جبينا أعزائي المشاهدين مرة أخرى نرحب بكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقتنا اليوم تحمل عنوان مشروع الصدقة الجارية والوصايا، وانطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. كان هذا المشروع الذي يبين مدى حب أهل الكويت لفعل الخير وسخاء عطائهم في حياتهم وفي مماتهم. قد لا تؤثر قطعة الخبز الصغيرة في إشباعك، لكنها حتما ستؤثر في إشباع الآخرين. زكاة أموالك 2.5%. ونصل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى فقرة أخبار البيت. من المشاريع الخيرية التي وفرها بيت الزكاة للجمهور الكريم والتي لاقت رضاء واستحسان الكثير من المحسنين والمحسنات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بدأ العمل بالمشروع عام 1985، وتتركز خطة عمل الصندوق على تسلم تبرعات المحسنين النقدية والعينية والعمل على تنميتها واستثمارها عبر وسائل الاستثمار الشرعي المأمون، ثم الإنفاق من عوائدها في وجوه الخير المختلفة، بحيث يبقى رأس المال الذي تم التبرع به مستمرا بشكل دائم. ويشارك الصندوق الصدقة الجارية من خلال العوائد التي يحصل عليها في دعم الكثير من المشاريع الخيرية داخل الكويت، وهدف المشروع هو حث الجمهور على أعمال الخير والبر العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج العطاء، برنامج الخير. ايه، احنا في الشهر الفضيل، الشهر المبروك، عسى الله يعيد علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. إلهي آمين يا الله يا رب العالمين. ادعوا معاي بهاليوم الفضيل، رفعوا يديكم للسماء ان الله سبحانه وتعالى ييسر وفك قيد أسرانا ويرحم شهدائنا الأبرار رحمة الله عليهم، ويفك قيد أسرانا ونفرح مثل هذا اليوم. هذه زكاة أيضا، هي دعواتكم زكاة. الزكاة شنو الزكاة؟ الزكاة مو بس عطاء فلوس، الزكاة علم، دعوة تدعيها لأخوك المؤمن، هي هذه زكاة. على كل حال، اليوم عندنا شخصية من شخصيات الخير والعطاء، شخصية المرحوم العم عبد الله عبد اللطيف العثمان. وافتكر هذا الاسم
قريب في ذهن كل كويتي، كل كويتي وغير كويتي عاش في الكويت يعرف المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان. ولد عبد الله عبد اللطيف عبد الله العثمان في الكويت عام 1899 في حي القبلة بسكة ابن دعيج، وتعلم في الكتاب على يد المشايخ ومن ثم المدرسة المباركية. له بصمات ولا تزال بصماته وبصمات الخير موجودة، ومن ضمن بصمات الخير اللي موجودة الآن هي مسجد العثمان اللي في النقرة، هذا بناء على نفقات الخاصة. وله كان يومين في السنة غير عطاء الخفي الغير معروف عنه، لأن عنده عطاء خفي ما حد يعرف عنه، ما يعرفون عنه إلا الأشخاص اللي يوصل لهم، وبعضهم يوصل لهم ما يعرفون من منه واصل لهم. وعنده يوم في عنده في شعبان وفي رمضان يزكي زكاة علني، هذا الناس تيجي وكل من ياخذ حسب جسمه. وأيضا من ضمن بصمات العم المرحوم عبد الله عبد اللطيف العثمان بنى ذيك السنة غرفتين في المستشفى الأمريكاني في السبيتال، إذا خاف عيالنا ما يدلونه وين الإشارة اللي عقب مجلس الأمة، هني هذا السبيتال أكو قبال يوم البحار، هذا السبيتال مال الأمريكاني هو بنى فيه غرفتين على نفقاته الخاصة، وكان هو يدفع قيمة العلاج مجانا للناس الفقراء والمعوزين، لأن ذيك الساعة ماكو مستشفيات وهو بنى هناك. ولم يقتصر إحسانه على بناء بيوت الله في الكويت، بل تجاوز حدود الدولة وامتد إلى بلاد المسلمين في أماكن متفرقة في العالم. أيضا له قصة العم عبد الله عبد اللطيف العثمان رحمة الله عليه، كان في دوانيته يقصدون الناس المحتاجين المعوزين، كان دوانيته في المرقاب، وفي يوم من الأيام دش الدوانية ولقى حرمة قاعدة بزاوية وبروحها، قال أكيد هذه فيها شيء، راح يمها سلم عليها، قال لها آمري يا بنت الحلال، قالت له والله أنطرانا العم عبد الله عبد اللطيف العثمان، قال لها آمري، قالت له والله أنا صاحبة أيتام وزوجتي توفى وبيتنا مرهون وما عندي أفكر رهن، والحين راعي الرهن يا أما أنه يأخذ البيت ويقطع عيالي بالشارع، أنا وعيالي قطنا بالشارع، ولا أدفع قيمة البيت وأنا ما عندي. هو طرش على الريال اللي عنده الرهن، قال له تعال أنت بيت فلان آدمي، قال لي والله مرهون، قال لها هذه بيزاتك، سلم للدراهم وأخذ منه الورقة البروة، بروة البيت اللي هي يسمونها الوثيقة، خذها منه وقام وطرش واحد من رياييله، قال روح طق الباب على فلانة يعني صاحبة البيت وعطها الوثيقة وقول لها يبا فكوا الرهانة بيتك وبيتك لك. توفى عبد الله عبد اللطيف العثمان عام 1965. هذه شخصية من الشخصيات، وأكو أمثال العم عبد الله عبد اللطيف العثمان وايد، لكنه تميز عبد الله عبد اللطيف العثمان، معروف فيه بزهده وبأعمال خير وعطفه. هذه حكاية من حكايات شخصيات كويتية، شخصيات عطاء، وإن شاء الله ألتقي معكم باكر وأروي لكم شخصية أخرى، ومع السلامة، جزاكم الله خير. توصيل الزكاة لمستحقيها أمانة، فدعنا نحملها عنه.